السلام عليكم. نشرة الأخبار نبدأها بالعناوين. عبارة عن 37,000 طرد غذائي و500. سفينة مساعدات مقدمة من الهلال الأحمر الإماراتي تصل مرفأ اللاذقية محملة بألف طن. الجيش العراقي يؤكد مقتل 22 مسؤولا من داعش في الأنبار، وعملية أمنية للحشد الشعبي غربي نينوى. وكييف تنتظر أسلحة غربية. الدفاع الروسي تؤكد القضاء على 220 جنديا أوكرانيا على محور دونيتسك. وصلت سفينة مساعدات إلى مرفأ اللاذقية محملة بمواد إغاثية مقدمة من الهلال الأحمر الإماراتي. وقال ممثل الهلال الأحمر محمد الجنيبي إن السفينة محملة ب 37,500 طرد من المواد الإغاثية بوزن 1000 طن، وسيتم توزيعها على المتضررين من الزلزال بالتنسيق مع الهلال الأحمر العربي السوري. إذن وصلت الباخرة الإماراتية الأولى، هي من نوعها هذه الباخرة الإماراتية التي وصلت إلى مرفأ اللاذقية بالتوازي مع الطائرات العديدة والكثيرة التي تصل إلى المطارات سواء كانت في اللاذقية أو غير اللاذقية. معي الدكتور محمد الجنيبي ممثل فريق الهلال الأحمر الإماراتي، يسعد أوقاتكم ويعطيكم العافية. ماذا تحتوي هذه الباخرة؟ طبعا بناء على توجيهات القيادة الرشيدة واستمرار الجهود الإنسانية لدولة الإمارات، فهنا نحن اليوم الهلال الأحمر الإماراتي بالتنسيق مع الهلال الأحمر السوري نستقبل الباخرة الإغاثية تحمل 1000 طن من المواد الغذائية، عبارة عن 37,000 طرد غذائي و500. اليوم سوف يتم إرسالها على وجه السرعة إلى المناطق المتضررة. هل هي مستمرة المساعدات؟ نعم، أحب أشارك نحن مستمرين في تقديم المساعدات إلى المتضررين. شكرا جزيلا، يعطيكم العافية. شكرا. إذن هذه الباخرة كما قلنا هي الأولى، وكذلك يعني هناك إغاثات عديدة وإغاثات كبيرة تصل من الشقيق الإماراتي. هذه الإغاثات يعني تكاد لا تتوقف سواء كانت عن طريق البحر أو عن طريق الجو، إضافة إلى الشق الطبي الذي تعتني به دولة الإمارات الشقيقة، وهو شق يعني مهم جدا بالنسبة للمتضررين وللناجين من الزلزال الذي ضرب المنطقة. هذه هي الباخرة كما قلنا يعني، والمساعدات يعني كما أفادنا الدكتور محمد الجنيبي وهو ممثل الهلال الأحمر الإماراتي، هذه المساعدات مستمرة في الوقوف مع الشعب السوري. وصلت إلى مدينة اللاذقية قافلة مساعدات عراقية مقدمة من العتبة الحسينية المقدسة للمتضررين من الزلزال. هذا ويواصل الحشد الشعبي إرسال قوافل من المساعدات إلى سوريا. بدأنا في محافظة نينوى العزيزة بإرسال أول قافلة في نهاية الشهر الثاني إلى الشعب السوري الشقيق الذي تعرض إلى الزلازل والكوارث الطبيعية. اليوم إن شاء الله سوف نرسل القافلة الثانية، سوف تكون متمثلة بأكثر من 250 طن، تحتوي على مواد غذائية، مواد طبية، جميع الإمكانيات المتوفرة التي يحتاجها الشعب السوري إن شاء الله ستكون موجودة في هذه القافلة. إضافة نحن سوف نكون مستمرين في تفويج الحافلات. نقلت حوامات عسكرية للاحتلال الأمريكي مجموعة من إرهابي داعش من سجن الثانوية الصناعية في مدينة الحسكة باتجاه قاعدتها في الشداد جنوب المدينة. وذكرت مصادر محلية أن العملية تأتي لنقلهم إلى محيط قاعدة الاحتلال في منطقة التنف بريف حمص الشرقي على الحدود السورية العراقية، وذلك في إطار إعادة تدوير الإرهاب. وذكرت المصادر أن حوامات الاحتلال أقلعت من حرم الثانوية الصناعية التي حولتها إلى سجن،
وهي تحمل على متنها مجموعة من إرهابيي داعش، وذلك بإسناد من ميليشيا قسد. قتل اثنان من عناصر ميليشيا قسد بريف دير الزور الشرقي، وبحسب مصادر أهلية استهدف الهجوم حاجزا عسكريا لقسد في بلدة أبو حردوب شرقي دير الزور. كذلك شهدت مدينة شحيل اشتباكات بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة بين دوريات تابعة للميليشيا، ما دفع قوات قسد إلى استخدام أكثر من 40 سيارة عسكرية نحو البلدة بعد أن خرجت الأمور عن السيطرة. أطلق الجيش العربي السوري مدعوما بالقوات الرديفة حملة تمشيط في بادية ريف دير الزور الغربي، وذلك بحثا عن فلول تنظيم داعش الذين اختطفوا بعض المدنيين خلال بحثهم عن الكمأة. وقالت مصادر ميدانية متابعة في دير الزور إن عملية التمشيط بدأت في البادية الغربية، وذلك بإسناد من الطيران المسير لرصد أي وجود لإرهابي التنظيم، ولا سيما في المساحات الأبعد من ريف المحافظة. هذا وتستمر عمليات الجيش في مثلث أرياف حمص والرقة ودير الزور منذ أشهر تحت تغطية من سلاح الجو السوري الروسي المشترك. أعلن جهاز مكافحة الإرهاب العراقي القضاء على 22 إرهابيا في عملية نوعية في محافظة الأنبار غربي بغداد. ونقلت وكالة الأنباء العراقية أن الإرهابيين الذين قتلوا بينهم قيادات بارزة في تنظيم داعش كانوا جميعا يرتدون أحزمة ناسفة. من جانبها أعلنت هيئة الحشد الشعبي انطلاق عملية أمنية واسعة غربية محافظة نينوى. استشهد 3 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال قرب بلدة صرة جنوب غرب نابلس. هذا وأطلقت قوات الاحتلال المتمركزة على أحد حواجزها الرصاصة باتجاه سيارة يستقلها 4 فلسطينيين، ما أدى إلى استشهاد 3 واعتقال الرابع. وباستشهادهم يرتفع عدد الشهداء الفلسطينيين بنيران الاحتلال منذ بداية العام الجاري إلى 84 شهيدا بينهم 15 طفلا. أفادت سلطات كييف أنها تنتظر استلام شحنة من الأسلحة الغربية لشن هجوم مضاد. بالمقابل أعلنت الدفاع الروسي تصفية 220 جنديا أوكرانيا على محور دونيتسك وتحييد 8 مجموعات تخريب واستطلاع خلال اليوم الماضي. خسائر العدو وصلت إلى نحو 45 جنديا على محور كوبيانسك، حيث تم القضاء على 5 مجموعات تخريبية معادية، إضافة إلى 100 جنديا على محور كراسني ليمان و50 جنديا على محوري زاباروجي وجنوبي دونيتسك، حيث تم تحييد 3 مجموعات تخريبية. كذلك تمكنت القوات من إسقاط مروحيتين من طراز 108 في زاباروجي وخاركوف ومسيرة في منطقة خيرسون. شهدت مدن أوروبية في سويسرا وأسبانيا والتشيك احتجاجات شعبية تطالب بوقف الدعم العسكري لأوكرانيا وإلغاء العقوبات الغربية على روسيا وإفساح المجال أمام التفاوض السلمي. وافق المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني أعلى هيئة تشريعية على تعيين الجنرال لي شانغ فو الخاضع لعقوبات أمريكية في منصب وزير الدفاع. وتم التصويت على تعيين الجنرال البالغ من العمر 65 عاما في المنصب الجديد، على الرغم من أنه في عام 2018 فرضت عليه الخزانة الأمريكية عقوبات عندما كان يشغل رئاسة إدارة التدريب والتموين بالمجلس العسكري المركزي الصيني، وذلك بزعم التعاون العسكري مع روسيا. النشرة انتهت، وهذا تذكير بالعناوين. عبارة عن 37,000 طرد غذائي و500 سفينة مساعدات مقدمة من الهلال الأحمر الإماراتي تصل مرفأ اللاذقية محملة ب1000 طن. الجيش العراقي يؤكد مقتل 22 مسؤولا من داعش في الأنبار، وعملية أمنية للحشد الشعبي غربي نينوى.
وكييف تنتظر أسلحة غربية، والدفاع الروسي تؤكد القضاء على 220 جنديا أوكرانيا على محور دونيتسك. إلى اللقاء.